Sí, pues. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنا هنايا في كنحتفلوا مع جميع المغاربه بمناسبه ثوره الملك والشعب بتدشين ديال مركب الكوثر. هذا المركب اللي هو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، مركب اللي كيعتني بالفئات الهشه ديال المجتمع، نقدروا نقولوا الاكثر هشاشه، المسنين واليتامى. في هذا المشروع، هذا مشروع جديد وان شاء الله اعتمدنا فيه على مقاربه مندمجه، كنحاولوا نوفروا الاطفال اليتامى المتخلى عنهم حياه شبه طبيعيه، ولا نقولوا اقرب للطبيعه، من خلال تكوين اسر مكونة من الجدة، المسنين اللي حتى هما ما رزقهمش الله بوليدات، كيتجمعوا مع يتامى في وسط أسري. كما كتعرفوا المغاربة، عندنا حنا في المغرب، منين تموت الأم ولا تموت الأب، شكون اللي كيقبض الوليدات؟ كتقبضهم جداتهم. دونك حنا مشينا في هذاك لو برانسيب، دونك درنا هذا المركب اللي فيه ثلاثة ديال البنايات، بناية أ اللي غادي يكونوا فيها 12 شقة، 8 ديال الشقق اللي مكون اللي فيهم أسر مكونة من جدة و أربع أبناء ومعهم المربية أو الدادة اللي غتكلف بهم. بالنسبة للبناية بي غتكون عبارة عن 12 استوديو، غتكون خاصة بالمسنين. دونك عندنا 12 استوديو للمسنين، اللي هادوك المسنين اللي هما ديجا كانوا كيستافدوا معنا في اطار المشاريع ديال التكفل بالاشخاص المسنين عن بعد، واللي كان عندهم مشكل ديال السكن، ففي هاد لو باتيمون غادي نديروا لهم دي ستوديو خاصين بهم. كل واحد عنده ستوديو ديالو، غيتبنى بطريقه كتراعي المشاكل ديالهم في يعني في العيش اليومي، غي ادابتي، غادي يكونوا دي ستوديو ادابتي لي بيرسون اج. وغادي تكون مشروع ديال دار كبيره، سونتر ديال المسنين للخدمات النهاريه. وكيف ما قلنا في الباتيمون سي غادي يكون عاوتاني شقق لليتامى، وتكون بنايه واحده اخرى اللي فيها ان سونتر دو جوغ خاص بالشباب. دونك حنا هذا المشروع كما قلت لكم في الاول، بغيناه مشروع يكون دامج ومندمج في نفس الوقت، كل شيء يعني هاد الوليدات ما غاديش نديروهم، ما نستيغماتيزيوهمش، بغيناهم يترباو مع يعني في الوسط العادي والقريب. وشكرا.